كلب ضال عقر 25 قطه. عقر 25 واحد بس مش كلهم من دكتوره. هم من عندنا هنا 14. وبعد ما خلص عندنا احنا نزلنا دورنا عليه قلبنا عليه الدنيا بس ما عطلناش عليه. فبنناشد المسؤولين يعني ان هم ينزلوا يشوفوه لانه مبهدل الدنيا. حتى طلع من عندنا من دقتوله على القريه جنبنا كفر النهيب وبرضه عض فيها ثلاثه وكلهم راحوا مستشفى زفت العام. فاحنا بنقعد ندور عليه ما بنلاقوش، هو ما بيظهرش الا بالليل. فاحنا مش عارفين نعمل ايه معاه صراحه، ومبهدل الدنيا عندنا العيال عيالنا. حتى ما عرفناش بنخرجهم لان احنا خايفين نخرجهم بالليل لا يطلع عليهم يبهدلهم. ودي مش اول واقعه يعملها، دي بقاله ثلاث ايام ومفيش حد فينا عاطل عليه. فيا ريت المسؤولين يعني يبعتوا اي حد يخلص عليه عشان الكلب ده بهدلنا احلى بهدله. طيب عرفت نفسك كده؟ اسمعك جمال وصاي. طيب كلمنا عن الواقعه اللي حصلت النهارده. والله الواقعه معانا بقالها كام يوم، بس المشكله من رعب الاهالي وخوفهم على اولادهم وخوفهم على نفسهم. يعني الكلب اصلا عامل قلق في البلد. وعض الحالات اللي عضها هنا حوالي 13 14 حاله، وطلع على قريه جنب مننا كمل وطلع على زفت المركز بتاعنا. وسمعنا كلام اللي هو كان موجود. احنا بقالنا يومين كل يوم بالليل بنطلع مجموعه من البلد تطلع تدور وتدعبس عليه، ما فيش، مش عطرانين فيه. فاحنا برضو بنشد المسؤولين اللي هي تيجي تدور برضو، لان دي شغلهم هم ادرى مننا، لان هو في حاله رعب وحاله ذهاب هنا بين الاهالي وبعضها بسبب الكلب. انت شفته في كاميرات الفيديو وكاميرات المراقبه ايه؟ شفت المنظر كان عامل ازاي؟ لا منظر وحش. منظر بقولك الاطفال مرعوب. الاطفال سماعها بس لسيره الكلب اللي فيه كلب بيعض مرعوبه، اللي هي تنزل تروح دروسها. يا استاذنا واحنا قاعدين مكاننا كده تنزل شباب من العزبه، اطفال صغيرين من العزبه زي الاطفال اللي معديين دول كده، رايحين الدرس، فخايفين يقوم يسالنا يقول له النبي يا عم هو في كلب ولا لا؟ انا خايف انزل. فتاخده من ايده توديه تقول له يا ابني ما فيش حاجه، ما تخافش، انت بتحاول تهديه بس مش اكتر. وهو سامع ما شافش، يعني جاي الدرس بتاعه خايف روحه، وجاي من العزبه، بيجي من العزبه ماشي لحد ما يجي قريه الدكتوره هنا. طب واولادكم دلوقتي في البيوت عاملين ازاي؟ اهلهم بتوديهم، ما احنا خايفين نمشي لوحدهم، بس بالليل هو ما بيظهرش الا بالليل. هو ما بيظهرش الا بالليل، فكده كده دلوقتي امان، تلاقي حتى الدنيا تمام، ما بيظهرش الا بالليل. بتلاقي بقى لو مثلا عيله عندها درس وما بتوديها وابوها بيوديها حفاظا عليها وعلى سلامتها، لانه ظهرته هو ما بيظهرش الا بالليل. الليل متاخر بالليل. الاوقات اللي جابتها الكاميرات كلها كده. الله يفتح عليك. هو اول يوم ظهر فيه كان ظهر فيه بدري، اللي هو وقت الكهرباء ما كانت قطع، اللي هو قبل المغرب بنص ساعه. كان عض برضك فيها في الوقت ده كتير، في اليوم ده عض فيه كتير. هو بيمشي في ماشي اللي قبله يعني. اللي قبله عض ماشي. اليوم ده راح فيه 14 واحد من المستشفى الزيتة في اليوم ده، بس 14 واحد، وغير اربعه من قريه كفر النيب، او خمسه في الليله دي بقى. يعني هو الكلام ده بدا من الساعه 4، من الساعه 4 العصر كان الكهرباء قطع لحد الساعه 6، لحد الساعه 8 بالليل او 9 بالليل كان جاب 14 واحد من القريه، غير قريه كفر النيب.